بحضور اليوم في الفيرتور ديال محل كافتونيل، وطبعا انا كندعم اي حاجه مغربيه تقليديه، وفخوره جدا بنت بلادي خديجه على هذا المشروع الغزال بزاف. كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله والمزيد من العطاء والاستمراريه. طبعا امينه كرم تعودوا عليها الجمهور وهي طفله، دابا كنفكر ان شاء الله خديت واحد القسط باش نفكر ان شاء الله، وضروري غادي نرجع ان شاء الله بستيل جديد، ونتمنى تكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله. اول حاجه كنعزي اسر الضحايا الله يرحمهم يا ربي، وثاني حاجه انا حبيت فقط نشارك الجمهور ديالي ونقول لهم يتبرعوا بالدم للجرحى. صافي هادشي اللي كانت نيتي صافيه، ولكن الناس بزاف استغلوا هذه القضيه وقالوا حقا بغا دير البوز. انا ما عندي شي علاقه بالبوز، وعمرني فكرت نستغل الناس نركب على ظهورهم باش انا ندير البوز. انا صح كنت مقطعه فتره هذا، ولكن بمشيئه الله سبحان الله، يعني الاخت ديالي قالت لي ما نمشيوش، وبغيت غير نوجه غير واحد رساله، ان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا هادشي صراحه ما كانش في تفكيري نهائيا. هو صح انني انا مهووسه بالفاشن والموضه وهذه الاشياء، ولكن من كثره الطلب الشركات عليا انا دونك قلت علاش يعني من علاش ما ناخذش هادشي، والحمد لله انا مرتاحه فيه عجبني بزاف. ضمن الكليبات ديالي في طيور الجناب صغيره، وكاين فرق ما بين السوشيال ميديا والقناه، عادي اي واحد كيكبر، اي واحد كيبغي يهتم براسو، اي واحد كيبغي البنت ملي كتكبر ضروري كتبغي دير الماكياج، ضروري كتبغي تهتم بالمظهر ديالها. انا ما خدعت حتى شي عمليات ديال التجميل، والحمد لله حمد ربي على هذا الشيء اللي عطاني. سواء كنت خايبه او الناس كيشوفوني خايبه، انا مقتنعه بنفسي بحال هكا وعاجبني راسي الحمد لله. صافي هادشي اللي كاين. اختي كدعمني بزاف، وطبعا هي معايا من اول مره شاركت في قناه طيور الجنه، ووقعوا بزاف ديال الحوايج وما لقيت حتى شي حد جنبي غيرها هي. كنشكرها بزاف، وطبعا هي اللي محافظه ليا على التنظيم ديال لاباج ديالي، يعني هذا اعجاب من بزاف ديال الناس للصفحه ديالي في انستغرام. هي اللي ورا هذا الشيء، كنشكرها بزاف وكنقول الله يخليك ليا. كنبغي نقول للجمهور ديالي، انا ما كنعتبروش جمهور، كنعتبرو عائله، لانه كان معايا في مسار من 2013 ل 2000 ودابا داخل على 2019، يعني 10. كنقول لهم الله يخليكم ليا، وكنبغيكم بزاف بزاف، وشكرا بزاف على لي كومونتير وعلى لي ميساج اللي كيوصلوني. انا بلا بيكم حتى شي حاجه، وكنحماق عليكم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.